عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى اذا جئت الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. فسبحان الله، ما علاقة يا أولي الألباب آيات الكتاب بدمع الأهداب؟ اسمعوا وتدبروا معي قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أرأيتم كيف أثر القرآن على أهل الخشية والإحسان؟ إن جلودهم تلين وتقشعر عند سماع الآيات، بل إن جميع أعضاء البدن تتأثر عند سماع القرآن والحروف والآيات. فتلين القلوب عند سماع الهدايات حتى تسري الطمأنينة إلى القلب فتسقط الدموع من العيون بسبب تأثرها بآيات القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس وكان أشد الناس تأثرا بالقرآن الكريم. كان يسمع له أزيز كأزيز القدر من الغليان. بكى ليلة حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فهكذا يفعل القرآن بأهل الخشية والإحسان. وانظروا إلى أثر القرآن لو نزل هذا الكتاب على الجبال الصلاب. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل العظيم الأصم الأشم لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فخشية الله عز وجل موجودة حتى في الحجارة. فلماذا لم تتأثر إذن قلوبنا بالقرآن العظيم عند سماعه أو عند تدبره؟ بل قست قلوبنا بسبب أن القرآن الكريم لم ينزل على القلوب حتى تلين، كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسيا. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتفجر فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فإذا هذه الآية العظيمة يقول فيها مجاهد رحمه الله تعالى: ما نزل، ما تردى حجر من جبل، وما تفجر نهر من حجر، وما خرج منهما إلا بسبب خشية الله
هذا ما نزل به القرآن العظيم، انتهى كلامه. إذن نحتاج إلى الخشية، خشية الله عز وجل، حتى تتأثر قلوبنا بالقرآن الكريم. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن السر في التأثر بالقرآن الكريم هو خشية الله عز وجل. ولذلك كانوا الأنبياء هم أشد الناس خشية لله عز وجل، وكانوا أشد تأثرا بالقرآن العظيم. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أرأيتم كيف فعلت هذه الآيات بهؤلاء الأنبياء بأن خروا سجدا لله عز وجل تأثرا بكلام الله عز وجل وبهذا القرآن العظيم. ثم يأتي الصنف الثاني أشد تأثرا بعد الأنبياء، هم العلماء، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانظروا أثر القرآن العظيم عليهم، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فانظروا إلى أثر القرآن الكريم عليهم في الخشية والخشوع ثم البكاء. فلماذا إخوتي لم تتأثر قلوبنا بالقرآن ولم تدمع أعيننا عند سماع تلاوته أو تدبره؟ وانظر لو أن إنسانا استحضر عند تلاوته للقرآن الكريم خشية الله عز وجل، ثم خشع بهذه التلاوة ودمعت عيناه، فما له من الأجر؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي يزفه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يلج النار رجل دمعت عينه من خشية الله حتى يرجع اللبن إلى الضرع ولا غبار في سبيل الله ودخان جهنم. إذن لن يلج النار رجل قد دمعت عينه من خشية الله. فنحتاج إخوتي وأخواتي إلى خشية الله أولا حتى تتأثر قلوبنا عند تلاوة القرآن وعند تدبره حتى تلين جلودنا ونخشى الله عز وجل ونتأثر عند سماع القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لئن أدمع من خشية الله خير لي من أتصدق من 1000 درهم. هكذا كانوا يريدون الخشية. ما فائدة الأموال وما فائدة الطاعات إذا لم تتأثر قلوبنا بذكر الله عز وجل بالقرآن العظيم؟ لن يتأثر إلا بعد أن نخشى الله، فتتنزل علينا رحماته فنسمع القرآن الكريم ونحن في خشية.
ثم تتأثر قلوبنا فتنزل الدمعات بسبب نزول هذه الهدايات. وفقنا الله وإياكم للخشوع وللخشية من القرآن الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.